هل ده معناه انه جهود مصر خلال الفترة الماضية في او موقفها تحديدا في مسألة الحرب في غزة، هل كان له تداعيات او اثر على المشهد الانتخابي او اهتمام المصريين هذه المرة بالانتخابات؟ بالطبع، يعني طبعا هذا نقطة مهمة، لان المصريين ادركوا ان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي لمصر، وان هناك اصرار من جانب قوات الاحتلال في يعني امعان القتل في الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا، والهدف إذا كان ظاهريا القضاء على المقاومة لكن هدفه الحقيقي هو تصفية القضية الفلسطينية وإفراغ غزة من سكانها. ولذلك وضعت مصر خطوطها الحمراء لقتال حاسمة، لا للتهجير الفلسطيني قسرا، لا للتوطينيين في سيناء، لا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري. وبالتالي المصريين أنا في اعتقادي يعني عندما تسير في الشارع المصري وتجد المصريين يتابعون كل الأخبار وأحداث غزة، هناك بعد إنساني، يعني عندما يرى المشاهد الأطفال الدموية، أي يعني أي شريعة أخلاقية أو عرفية أو قانونية تبيح هذا القتل، والغرب ينظر بعين واحده يتعامل، بل بالعكس يزود اسرائيل بالسلاح، يحميها سياسيا ويحميها قانونيا في مجلس الامن، وبالتالي ويشجع هذه الحكومه المتطرفه على المضي. هذا المناخ استوعبه المصريين ووجدوا لا، هناك مخاطر حقيقي، لابد من يكون هناك التفاف حول الدوله المصريه، حول القياده المصريه، لان هذا يمثل مهم. وبالتالي هذه الانتخابات انا في اعتقادي هي احد ما يسمى محاور الجمهوريه الجديده. احنا نبني جمهوريه جديده سواء على المسار السياسي او المسار الاقتصادي او على المسار الاجتماعي. فكره الفلسفه التنميه في مصر الاهتمام بالانسان المصري، صحه وعقل المصري، الانسان هو الغايه من التنميه وهو الهدف وهو ادتها في ذات الوقت. ولذلك وجدنا في ماذا في حدث في السنوات الماضيه، اهتمام بصحه المصريين، المبادرات الصحيه الكثيره، فيروس سي، العداله الاجتماعيه، القضاء على العشوائيات، مبادرات حياه كريم، الاهتمام بالجانب الاجتماعي، المصريين فكره من حق ان يعيش حياه كريم، وهذا ترجم بلغه الارقام في مشروعات، مشروع حياه كريمه ومشروع القرن كما يقول وكل العالم اشاد به، فيروس سي الذي كان ينهش في كبد المصريين وكانوا يعتلون حقيقه هو ايضا من احد الانجازات العشوائيات. وبالتالي هذا المسار مع مسار التنميه، انت الان بتشهد طفره حقيقيه، كنا يعني بحكم عملنا كنا نسافر دول مثل امريكا في اوروبا، كنا نرى الطرق السريعه وكنا نقول متى يكون لدينا هذه الطرق الهاي واي وهذه الطرق الحديثه، لماذا مصر لا توجد فيها هذه الطرق؟ الان عندما تسير في اي مكان في اي محور في القاهره، القاهره الكبرى في كل انحاء مصر، تجد هذه المحاور تشعر بفخر ان هناك بالفعل نقله نوعيه بناء لدوله. خليني ارجع تاني دكتور احمد للمشاهد الانتخابيه اللي بنرصدها خلال ايام الانتخابات، وعايزه اسال تحديدا على المتابعين الاقليميين والدوليين والمراقبين للانتخابات المصريه، اي رساله ممكن ان تصل لهؤلاء في مصر من خلال ما نرى من تنظيم، من خلال ما نرى من يعني اهتمام واصطفاف للمصريين في الانتخابات الرئاسيه؟ بالطبع استاذ الهام، هي كانت صوره يعني هناك تتابع سواء فيما يتعلق بالمرشحين الاربعه، فيما يتعلق بوصولهم الى الجماهير، فيما يتعلق بالدعايه، فيما يتعلق ببرامجهم الانتخابيه، الحياديه الاعلاميه تماما، والشركه المتحده كان لها دور بارز في عرض يعني واتاحه الفرصه لكل المرشحين. هذا بيعكس حقيقه ان هذا قوه الدوله المصريه. ايضا فيما يتعلق بهذا التنظيم المهم، وخاصه يعني رجال الامن يعني قاموا بدور مهم في هذا التنظيم الرائع. ايضا فيما يتعلق بالاشراف القضائي الكامل، هناك 15000 قاضي مشرفين على هذه اللجان. هذه الصوره الحضاريه يعني رغم هذه التحديات الكثيره ويعني تحديات اقتصاديه وتحديات عالميه واقليميه، لكن مصر تستطيع ان تفعل اي شيء. الدوله المصريه قادره على ان تنظم هذا الاستحقاق الدستوري، واستحقاق دستوري مهم. ولذلك راينا هناك متابعه، هناك تعديه، هناك اربع مرشحين كل منهم لديه برنامج ولديه رؤيه ولديه، وكلهم يعني ينطلقون من ارضيه وطنيه. وهذه نقطه مهمه، لان كنا نفتقد في السابق في الانتخابات السابقه كان كما راينا مرشحين ينطلقون من ارضيه طائفيه وارضيه دينيه، وهذا كان يعني استبعاد والتمييز بين المصريين. هذه الانتخابات وانتخابات 2018 بتنطلق من ارضيه وطنيه، المرشحين الهدف الاساسي لهم خدمه الوطن، تقديم رؤى للمشروعات واستكمال هذا المسار، لان مصر والمصريين يستحقون مستقبل افضل، وفي ظل امكانيات مصر الكبيره، في ظل هذا المكنون الحضاري، في ظل هذا الرؤيه. كانت مصر تفتقد في السابق فكره الرؤيه، يعني غياب الرؤيه، المشروع القومي، المشروع الوطني، كان هناك يعني اصلاحات جزئيه، كانت هناك نظره جزئيه. وبالتالي هذه مرحله مهمه، وهذه الانتخابات الكل يتابعها في الخارج في الدول الاوروبيه تحديدا، في ظل يعني اهميه مخرجات هذه القمه، في ظل هذا الدور، هم الان يحاولون تصيد اي اخطاء فيما يتعلق بمخالفات. هم حتى اليوم الاول الان يعني ونحن نتابع من الصباح لم تحدث اي مخالفه. عشان كده سالت حضرتك عن المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين،